شلونكم الأبطال؟ إن شاء الله بخير وعافية. خوش جنرال يورين، حلو حلو الكاست قدام عينكم، مو هذا صورة جميلة حبيت أصور لكم الأبطال حتى تشوفون الكاست وتشوفون باقي الأنواع تحت المجهر. طبعا أنا أتعمد إنه ما أبين تشخيص، نعوفه اكسرسايز للطالب، يعني حاول هو يكتب او المحلل للتقوية حتى يقوي نفسه، بعدين احنا مثلا ننزل جواب يعني بعد 24 ساعة من ننزل المنشور، حتى يعني نوع ما اكسرسايز واحد يقوي نفسه. واحنا هم وياكم يعني فيلدات جميلة، هذا شوية نوضح لكم اياه اكثر اذا تريدون شوية زوم اكثر حتى تباعون الصورة بشكل واضح، واضح جدا. نحرك بالفيلدات اكثر حتى تشوفون. اتمنى تكتبون تشخيصكم الابطال، اكيد مع تحيات استاذ علي يحيى.